قسم الأول مع جهينة وحقيقة ظهوره مع نارين في آخر فيديو لها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. ظهر قسم الأول بالأمس مع كنديمان وكارولين وأختها جهينة وجمعهم إفطار رمضاني، وأيضا قسم الأول قام بلعب كرة التنس مع جهينة. أترككم مع الستوريات، شوفوا مين مدلعنا اليوم. إن شاء الله بس عجبتكم. بس ما دقت ولا حدوه، انا عارف مش هتحيى تنضيف على ضيوف ثانيين. ضيوف جايين. شوف هالاكله رهيبه جايز. طبعا كارولين ثانك يو سو ماتش، وجوجو كمان. سوري قصدي كندي. والله لا تبوسني من تمي، انا بنت ما بسني. انت بدك تبوسني؟ روح هون. عم صور فيديو انا وكارولين، بس مش عارف ليش ناوي جد يا تضربني كف يا تدفعني 100 دولار. شو الموضوع؟ يعني حالته من قلبي هو يعني الكف او 100 دولار، ما في حل ثاني. شوف جيت العب بادل وهنيك جوجو، تمام. شوف كيف تلعب. شوف اوكي. شوف الله، شوفوا ما احلى سحورنا. ما شاء الله. هتندوق صحة. تفضلي، كنا عم نمزح عملنا تفضل، بس يلا. لا الله رامز. كندي 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 ما في ياكل، عامل دايت. صحتين. نارين بيوتي نشرت فيديو كان عبارة عن مقلب في أخواتها البنات، لأن هناك حرامي في منزلها والمقلب كان قوي. وصراحة أفكار ومحتوى نارين في هذه الفترة يعد رائعا، والمتابعين ركزوا أكثر شيء على الحرامي، هل هو موفلوكس أم غيث مروان؟ والأغلب أجمع على أن الحرامي غيث مروان من خلال ضحكته في الفيديو، ولكنه في الحقيقة كان مساعد نارين بيوتي وهو بيتر، وبيتر هو المسؤول عن تصوير فيديوهات نارين في هذه الفترة. يعني أنا لو حرامي بيجي لعندي بيخطفني عيونه خبر السكين.